عارف ان الواحد ما بيرتاحش غير في بيته. والله شفت العيله يا حبيبي، شفت الناس، شفت العربيه اللي الست كانت جايه بيها. يا لهوي يا لهوي، لا الصراحه ناسا بيشرف بصحيح. صراحه عندك حق، ناسا بيشرف. وبعدين ترمي كده على العيله والنسب والشرف والهاي هاي، خليك خلي ابوكي كده يملى ودانك بالكلام لغايه ما اكرهك. براحتك. ايه دخل بابا بالموضوع؟ يعني انت ما ترمي الشنطه على الخط؟ لا ليه دخل طبعا، ابوك اهو اللي ورا كل الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين يا حبيبتي ما تعوزي تكرني، يبقى بص كويس، لو العربيه اللي عجباكي اديني 15 سنين واجيب لك واحده زيها بالكتير قوي. لكن ابوكي بقى بيجرى الميكروباص لغايه دلوقتي، وكمان بيزوغ من اجره. ما انت عارفه كده كويس، يعني لما تتكلمي تتكلمي معايا بطريقه احسن من كده، مفهوم؟ اللي هي يا ست، انا اقول لك اللي هي، يعني اهلي تحطيهم على جنب، عايزه تكرني كرني باهلي، كرني بابوكي، كرني باختك. قولي مثلا عربيته احلى من الميكروباص اللي ابوها بيجري من وراه، شقته احلى من الشقه بتاعتنا، بدلته احلى من البدله اللي هي مش عند ابوك اساسا، لكن اهلي ما تجيش جنبهم خالص. اتفقنا؟ لا وعلى ايه يا اخويا، انا اللي غلطانه من الاول، كان المفروض افهم ان الجواب بيبان من عنوانه. لا ما في الجواز الجواب ما بيبانش من عنوانه، في الجواز بقى ايه، بتفتح الجواب وتقري اللي جواه وتفهميه، وبرضه مش هتفهمي حاجه، بعد كده هتعرفي كل حاجه، لكن من بره ما حدش بيعرف حاجه، عامله زي البطيخ، يا قرعه يا قرعه. تقصد ايه؟ ولا اقصد ولا اتنيل، انا نايم انام. ما ترد ولا مش عايز ترد قدامي؟ ليه اخاف منك ولا ايه؟ ليه تخاف مني يا اخويا وانا بخوف؟ بس انا عارفه ان انت مش عايز ترد على امك قدامي عشان ما اسمعش بتقولوا ايه. اقول لك على حاجه، ايه رايك تاخد تليفونك وتدخل على الاوضه، ولا اقول لك الحمام احسن عشان ما حدش يسمعك؟ والله فكره، بس انا ما بحب في الحمام وانا قاعد كده اقعد اسمع مزيكا ما كانش في التليفون، انا ممكن ادخل الاوضه واخد وضع الكلام واكلمها جوه، ايه رايك؟ ما ترد كده عليها بدل ما تطين عيشتك كده قدامي، شكلك وحش. لا 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 لا، امي مش بتطين عيشتي، امي بتتصل تفرفش عليا، تقول لي نكت، تهزر معايا، تعاكسني مش زي ناس. وبعدين عايز اسالك سؤال، هو المشكله اللي انت عاملاها دي كلها ليه؟ عشان تهربي من اللي بالي بالك؟ اللي بالي بالك؟ اللي بالي بالك اللي اتفقنا عليه، اللي جيت معاك العزومه عشانه، الفشار اللي بالكراميل. لا خدوا بالك، انا راجل قوي مش هتنازل على الفشار بالكراميل. يا مرمر، انت مش قلتي هتقعدي معايا اسبوع؟ ليه مشيتي بقى؟ كنت اللي خرج من داره يتقل مقداره. مين يقدر يقلي مقدارك انت يا قمر؟ محدش، دي انت فوق راسي وفوق راسها كمان. وبعدين السبحه دي مش بتاعتي؟ لا دي جايبها من السيده نفيسه. ماشي، انا وانت واحد برضه. طب يلا بقى قومي حضري شنطتك وتعالي معايا. لا روح يا حبيبي لمراتك، ربنا يخليها لك. مراتك ربنا يخليها لك، يبقى انت كده زعلانه. مالكش دعوه، ازعل ما ازعلش، انت مالك؟ انت خليك لمراتك وربنا يخليها لك. أنا قاعدة في بيتي وبيتي مفتوح، وأهلا بأي حد عايز يجي، وكفاية وجع قلب بقى. إيه اللي حصل ده كله يا مرمر؟ بس دي رانيا بتحبك وبتموت فيكي كمان. والنبي وبتقشر في وشي ليه؟ أنا ولا هي؟ هي. طب أنا هو أنا قاعدة على قلبها ولا عايشة معاها؟ أمال لو عملت زي كل الحماوات وقلت لك تعالى لي كل يوم، وقلت لك ابعتها لي تشوفني عايزة إيه؟ أنا ما بعملش الحاجات دي، تقشر في وشي ليه؟ هو احنا نربي ونربي ونكبر وفي الاخر ناخد على دماغنا؟ مين اللي يقدر يديك على دماغي؟ ابدا، انت فوق دماغي وفوق دماغها وفوق دماغ الدنيا كلها. خلاص يا اما، خليكي قاعده انت هنا وانا هتصرف. ما تزعليش، بس هات السبحه دي. لا انا هاخد السبحه وانت خد اللحم. امي برضه ماشي.